تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. هوريكم دلوقتي الظهور الاول لمرتضى منصور بعد خروجه من محبسه، واول حاجه عملها شتم الكابتن محمود الخطيب وقال له لو انت فاكر ان انت حبستني تبقى انت اهبل، انا خرجت دخلت اسد وطلعت اسد، وفي بيان الساعه 11 هنزله، اوعى تفتكر ان انا خايف منك ولا مرعوب منك. انا دخلت اسد وخرجت اسد وانت اللي مستخبي زي الفار. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش حبيبي واخويا الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، اشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. يلا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد خروجه من محبسه. في بيان هينزل لمصر كلها. القاهرة 24 يا ريس. الساعة 11. تمام. تعالى هسجل هنفطر نغير تمام؟ وهقول لمصر كلها ايه اللي حصل. دلع سلام ورسالة 24. اوعى تفتكر يا محمود الخطيب انت اللي حارسني. تبقى اهبل لو انت فاكر كده. طب وانت اللي دورت الانتخابات دلوقتي؟ طب وانت اللي عزلتني 2020؟ ان شاء الله باذن الله. على الساعة 11 هننزل بريان. طب اقول له ربنا ما شمت فيك حد يا باشا. ربنا ما شمت فيك حد. انا فاكر ثانية واحدة. الناس كلها عارفة دخلت اسد. النادي يا ريس، النادي منذ غيابك احنا في حالة سيئة جدا يا ريس. دخلت اسد وطلعت اسد. هو الوقت اللي فاضل مستخبي. يلا. بعد الفنان على بيان. السلام عليكم. خير 24 معاك يا يعني الواحد لما بيبقى مسجون وغلط في حق شخص ما، اول ما يطلع من السجن يقول انا بعتذر لهذا الشخص، او انا مثلا تبت وانبت وانا غلطت وخدت جزائي. لا، ده مصر على الغلط ومصر ان هو يوجه سباب للكابتن الخطيب، ومصر ان هو يعني يخرج عن الادب وعن الاخلاق وعن الاحترام. في اشارة منه ان انا مش هممني اي حاجة، واوعى تفتكر ان انت اللي سجنتني. لا، هو انت اللي زورت الانتخابات ضدي؟ هو انت مش عارف ايه؟ يعني في قوة اخرى هي اللي سجنت مرتضى منصور وهي اللي حبسته شهر، لكن الكابتن خطيب مستخبي زي الفار. مستخبي من مين؟ هو الكابتن خطيب من عوايده ان هو بيطلع وبيمسك الحديدة وبيقعد يجاهر. ده في يوم ما اتسجنت ما طلعش اتكلم الراجل، يوم ما خدت الشهر السجن ما اتكلمش ولا فتح بقه. ولكن واضح كده ان مفيش فايدة، وزي ما قال المثل حط في ديل الكلب الف قالب عمره ما يتعدل. مش مرتضى عمره ما هيتعدل لو عملنا فيه اللي لو اتحبس طول عمره برضه هيفضل زي ما هو. بص، هترجع ريما لعادتها القديمة، وهيرجع برضه يعمل مداخلات ويعمل فيديوهات، ونطلع نرد عليه ونقول فين الدولة وفين القانون وفين الزفت، وبرضه لا حياة لمن تنادي. حضراتكم سمعتوا مرتضى منصور مش عاجبه حد ومش همه حد، بيقول ان اوعى تفتكر يا خطيب ان انت اللي ساكنني تبقى اهبل. يعني اسلوب، برضه اسلوب متدني في الحوار، واسلوب غير راقي في الطرح، ويتكلم تاني ويقول انا دخلت اسد وطلعت اسد وانت مستخبي زي الفار. هو في اسد بيدخل السجن؟ هو في اسد بيشتم الناس ويسب ده ويسب ده ويسب ده؟ هو في اسد يعني يلوي دراع الدوله ويقول انا راجل دوله؟ هو في اسد بيعمل كده؟ هو عافيه. ولكن مرتضى منصور كان على كفوف الراحة هناك، والله أعلم بقى كان في السجن ولا كان في مكان تاني، بس كان متشال على كفوف الراحة. يعني ده مش واحد، معلش يعني اديكم شفته شكله عامل ازاي، مش واحد كان مسجون، ده واحد كان في اوتيل خمس نجوم وعايش حياته. ده اللي أنا بتكلم فيه وبعتقد فيه. هيتكلم الساعة 11، اتفرج بقى ونرجع، بترجع ريما بقى لعادتها القديمة، ويعمل خمس ست فيديوهات كل يوم، ونطلع برضو نرد على الخمس ست فيديوهات انا وكل اليوتيوبر الاهلوية، وترجع ريما لعادتها القديمة ويطلع صورنا على التلفزيون ويشتمنا ونرد عليه ويقدم بلاغات، ويجي كابتن خطيب يقدم فيه بلاغ تاني. انا بطالب الكابتن خطيب ومحامي الكابتن خطيب ومحامي النادي الاهلي ان ياخد الفيديو ده يقدمه بيه بلاغ ضد مرتضى منصور للنائب العام. بمجرد ما طلع اول حاجة قالها شتم الكابتن خطيب، وقال له ان انت مستخبي زي الفار، وانت اوعى تفتكر ان انت سجنتني تبقى اهبل، وانا هعمل بيان وهقول وهعيد وهزيد. ويا ترى بقى البيان ده في ايه؟ ومستخبي في ايه؟ والالفاظ اللي هتتقال فيه؟ وهل في جهة ما هتتدخل لمنع البيان؟ ولا هيتم تنقيته من بعض الاشياء؟ ادينا هنشوف.
مرتضى منصور انا نزلت لكم بوست من 3 ايام بالظبط، مرتضى هيعوض ال 60 يوم اللي ما خرجش فيهم للاعلام ولا مسك فيهم الحديده، هيفضل يشتم في كل واحد شويه، هيقول على ده في كذا وده في كذا وده في كذا وده في كذا، وسط صمت رهيب من الدوله. ما الدوله هتقول لك بقى خلاص انا حبسته، هفضل كل شويه احبس فيه عشان خاطر محمود الخطيب وعشان خاطر النادي الاهلي؟ لا ازاي كابتن الخطيب دوا، معلش يعني احنا مش طايقينه ومش عايزينه، ده احنا حبسنا مرتضى علشان نهدي الراي العام شويه وحبسنا شهر. فمرتضى منصور حاسس ان هو اترزع قلم على قفاه، حتى لو كان في فندق 5 نجوم قيدت حريته واتمنع منه الظهور اعلاميا، وده بيجنن مرتضى منصور لانه يهوى الشو ويهوى البروباجندا ويهوى الحديده زي ما حضراتكم عارفين. فكل ان مرتضى منصور حتى الان لم يتم تلجيمه او تلجيم لسانه، وهيطلع يقول ده فلان حبسني وفلان مش عارف عمل ومش عارف مين بيه ومين باشا، ويطلق علينا الصبيان بتوعه على قناة نادي الزمالك وهزاز الرؤوس، ده اللي هنشوفه من النهاردة. وانا بمجرد ما قلت لكم مرتضى منصور اول ما هيطلع من السجن هيمسك الحديدة ومش هيسيبها، وهيعمل لنا 3-4 فيديوهات كل يوم، هيمسك شوبير شوية وهيمسكنا احنا شوية وهيمسك اليوتيوبر شوية وهيمسك الممثلين ورامز جلال شوية والكابتن الخطيب وسيد عبد الحفيظ ومرتجي شوية، مش هيسيب حد في حاله. هتبقى هي الفقرة الثابتة وفقرة يعني الفقرة الرمضانية في الفجر بعد ما حضراتكم تفطروا، عفوا بعد ما حضراتكم تتسحروا، هتلاقوا مرتضى منصور قبل السحور وبعد السحور، قبل الفطار وبعد الفطار، مرتضى منصور قبل الاكل وبعد الاكل. خلاص هو هيعوض الفترة الـ30 يوم اللي غابها، واول ما طلع واول تصريح واول فيديو قال استنوني الساعة 11 انا هعمل بيان، واوعى تفتكر يا خطيب ان انت حبستني، لا ده انت تبقى اهبل اللي حبست، انت ما زورتش الانتخابات ضدي، انت ما مش عارف ما عزلتنيش سنة كذا، يعني في ايادي خلفية او ايادي يعني خلفك هي اللي بتعمل الموضوع ده مش انت، وانت مستخبي زي الفار. معرفش مستخبي فين، هو كابتن خطيب قبل كده كان ظاهر للعلن، كان بيطلع يعمل خطب صماء زي ما انت بتعمل، كان بيمسك الحديدة ويفضل ساعات يتكلم على ده وعلى ده وعلى ده ويسب في ده ولا في ده ولا في ده. لا بس انا بطالب النادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي يتقدموا بسرعة بيان او بسرعة بلاغ عفوا ضد مرتضى منصور على الإهانة اللي وجهها بمجرد خروجه من السجن للكابتن خطيب، بيقول له ان انت فار مستخبي وانا اسد، دخلت اسد وطلعت اسد. انا بطلب من حضراتكم تعملوا لنا لايك وشير للفيديو ده، لان الفيديو ده مهم جدا، فلازم حضراتكم تدعمونا بلايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب. ادي اول فيديو ظهر لمرتضى منصور، هنوليكم بكل التصريحات وكل الفيديوهات اللي بيعملها، هنجيبها لكم بشكل مباشر وبشكل فوري بمجرد ما بتنزل على السوشيال ميديا او على القنوات، فهتلاقونا احنا يعني سباقين باذن الله، وهنرد على مرتضى منصور يعني على كل جمله بيقولها، واحنا بنطالب الكابتن خطيب سرعه التحرك ضد مرتضى منصور ويقدم بلاغ فوري، علشان لو اتساب تاني هيفضل في نفس القارة ونقعد سنين وسنين نهادي فين الدولة فين المسؤولين فين الإدارة فين الخطيب. مفروض الخطيب يرد، مفروض يعني أنا بتمنى النادي الأهلي يقدم شكوى عاجلة بالفيديو ده يتاخد وطرح للنائب العام، بيوصف الكابتن الخطيب إنه هو أهبل وبيوصف الكابتن الخطيب إنه هو فار ومستخبي. نرجو من إدارة النادي الأهلي مرة واثنين وثلاثة تتقدم ببلاغ عاجل ضد مرتضى منصور بعد الكلام اللي قاله فور خروجه من السجن وفور خروجه من زنزانته. نرجو من النادي الاهلي سرعة التحرك علشان ده لو اتساب مش هيسكت، محدش هيمسك لسانه بعد كده، وانتوا احرار، ودينا احنا بقى كنا بالنادي من سنين طويلة، لابد من الدولة تتحرك، لابد من ان الدولة تاخد خطوة ايجابية. الدولة اتحركت مرة ولكن مش هتحركوا تاني الا لما يكون في يعني حكم قضائي تاني بعقوبة أخرى على مرتضى منصور علشان يكون في رادع له. مفيش هيبقى في رادع ليه غير لما يتعزل خالص من نادي الزمالك ويبقى يخرج بره الإعلام ويبقى ملوش أي سلطة ولا أي صفة في نادي الزمالك. انتهى الفيديو بتاعنا، بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معاكم أخوكم هاني الشرقاوي، وسلام عليكم.